ركلا كبيرا مميزا جدا، لكن هو الآخر ثقة في نفسه عالية جدا. كرة بمحاولة وصلت إلى روميلو لوكاكو، أبعدت من جديد، عادت مرة أخرى عن طريق توماس مونيه، محاولة وتسديدة خطيرة. أوهو! إذا غاب ابن إنجي إيدين فابن سيجنال إيدونا بارك تورغان يحضر، يحضر أزار، أزار يسجل تورغان، ومن مسافة بعيدة يصطاد البرتغالي روي باتريسيو، يسدد من بروكسل ليضرب في الأندلس وفي ملعب إلى كارتوخا، يضع كرة في المرمى. هذه المحاولة وصلت بأقدام من الى تورغان، 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 لا 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 يا تورغان، من هذا المكان وبهذه الطريقة يضرب وبهذه الكيفية يسجل، وبهكذا إبداع يرسم لوحة المباراة الأجمل، ويضع كرة في شباك روي باتريسيو، باتريسيو بقذيفة، ومن أقدام تورغان كان ينظر إلى إيدين، فجاء تورغان، ها أنا ذا، ها أنا ذا، ليسجل اليوم هدفه الدولي الثامن والثاني أهدافه في هذه البطولة.